تحت عنوان جائزة التفوق الصحفي، أقامت نقابة الصحفيين احتفالية بتسليم جوائز التفوق الصحفي لعام 2016 بمسرح النقابة، حيث شهد تكريما لرواد المهنة وبعض الصحفيين والإعلاميين الراحلين. أصبحت من الجوائز الراسخة الموجودة في النقابة. طبعا هي بدأت بسيطة ثم بقت لكل فروع العمل الصحفي، وبعدين بقى فيه جوائز خاصة، والسنة دي أضيفت لأول مرة جائزة لحرية الصحافة. احنا حصلنا على الجائزة الثانية في مسابقة التفوق الصحفي فرع الحملة الصحفية. الجائزة دي بتدعمنا في ان احنا نكمل في شغلنا، وان احنا نسعى ان نحاول طول الوقت جاهدين ان احنا نقدم مادة صحفية محترمة تليق بالقارئ. احتفالية تم فيها عرض فيلم وثائقي عن تاريخ النقابة بعنوان نبض نبض، واكد خلالها نقيب الصحفيين يحيى قلاش ان قانون الاعلام الموحد الذي اعدته الجماعة الصحفية اثار جدلا طويلا، وخرج بعد تقسيمه لجزئين، الاول المتعلق بالهيئتين والمجلس الاعلى والتي صدق عليها السيد رئيس الجمهورية، والجزء الثاني سيتم اصداره بتشكيل الهيئات وهو الاهم، وان نقابة مع المجلس الاعلى للصحافة مع ممثلي الاعلام واساتذة القانون استمروا عاما كاملا لانجاز القانون الموحد، فيما اكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام مجلس النقابة ان نقابة شهدت هذا العام الكثير والكثير من الأحداث إيجابية وسلبية، وتمثلت الإيجابية في اليوبيل الماسي، حيث تم الاحتفال في بداية العام بالعديد من الفعاليات منها المؤتمر العام الخامس للنقابة. خدت الجائزة الأولى عن فئة الصحافة الاستقصائية، وكان التحقيق بيدور عن عمليات التهريب اللي بتتم على الحدود بين مصر وليبيا. أنا بشكر النقابة أنها أعطتني الجائزة دي، لأن أنا حبيت ألقي الضوء على الفئات المهمشة والطبقات الكادحة في المجتمع. احتفالية تم فيها أيضا منح جائزة باسم حرية الصحافة المصرية لأول مرة في المسابقة لكل من مجلة الأهرام العربي ومجلة صباح الخير إحدى إصدارات مؤسسة روزا اليوسف، فيما تم تكريم الزملاء الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير، وكذلك تكريم عدد من قدامى رواد المهنة، وتكريم اسم مكتبة الإسكندرية على الدور الذي قامت به في حفظ المقتنيات التراثية التي تمتلكها النقابة.